اول لما عرفت ان بوكيمون هيعمل فيلم، يعني فككم ان هو كرتون او اي حاجه، ما اعرفش ليه البتاع ده جه في دماغي. وفاكرين ايام زمان لما كنا بنلاقيه جوه الشيبسي، وامهاتنا كانوا عمالين يقولوا مش عارف ليه البتاع ده بيجيب سرطان، ارمي يا ابني البتاع ده. اقسم بالله احنا كنا غير غلبان قوي. ازيكم يا جماعه؟ النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن، حلقه جديده من تريلر رياكشن. والتريلر اللي هنعمله رياكشن هو فيلم ديتكتيف بيكاتشو، فيلم انيميشن بوكيمون. طبعا كالعاده برضو ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. So there I was. I woke up with a heavy case of amnesia in the middle of nowhere. The only clue to my past is Harry's name and address inside this hat. So you're a talking Pikachu with no memories who's addicted to caffeine. I could stop whenever I want. I don't know. Maybe Harry got in too deep. Mixed up the wrong crowd, that kind of thing. Ah, my clues! What is all this? Harry is still alive. Case closed, but still open. All right, here it is. Harry faked his own death. Or somebody else faked Harry's death. Get me the hell out of here! Pika Pika! That's a twist. That's very twisty. Okay, guys. هو مش وحش ومش حلو في نفس الوقت، بس انا مش من محبي الكرتون ده قوي. يعني ما كنتش بتفرج عليه وانا صغير، كنت بتفرج عليه قليل قوي، يعني لما كان بيجي في التلفزيون ممكن مره كل فين وفين، بس انا مش من محبي الكرتون ده لما كان بيجي زمان. يعني انا شايف ان اختيار كويس قوي لراين رينولدز في دور بيكاتشو، واختيار الاغنيه اللي في التريلر بتاعت اي نيد ا هيرو بجد فعلا حلوه ومحطوطه مظبوطه. الفكره التريلر اللي فهمته كله من التريلر ان هم بيحاولوا يجمعوا بوكيمونز علشان يحاربوا بيهم. يعني اكيد في شخصيه كويسه اللي هو الولد اللي هو مع بيكاتشو، وشخصيه شريره بيحاولوا يجمعوا بوكيمونز هنا وبيجمعوا بوكيمونز هنا ويحاربوا بعض، ولا انا مش فاهم ايه بالظبط. انا كان عندي تعليق واحد بس على التريلر ده. انا شايف ان من وجهة نظري لو الانيميشن ده او الفيلم، هنقول عليه فيلم، لو الفيلم ده كان اتعمل ريتد ار كان هيبقى احسن بكتير قوي من بي جي، لان الفيلم ده مقيمينه يعني الريتنج بتاعه ان هو بي جي اللي هو مناسب للاطفال. بس انا شايف ان هو، انا من وجهة نظري شايف ان الكرتون ده او الفيلم ده لو كان ريتد ار كان هيبقى احلى بكتير. كان هيطلع كميه افيهات من راين رينولدز في الفيلم ملاش حل. انا عارف ان هو كرتون وكل حاجه واطفالي وكل حاجه، بس انا من وجهه نظري شايف لو فعلا الانيميشن ده كان اتعمل ريتد ار بجد كان هيبقى حاجه تانية خالص. كان هيفكرني بالظبط زي، مش عارف لو انتوا فاكرين في كرتون انيميشن او فيلم كان اسمه سوسيج بارتي، كان نزل من كام سنه، كان من بطولة ساث روجن وجيمس فرانكو والتيم بتاعهم كالعادة بتاع كل فيلم، داني مكبرايد ومايكل سيرا وجونا هيل والناس دي كلها. انا شايف ان لو كانت عمل ريتد ار بجد كان هيهلس من الضحك، كان هيطلع كمية افيهات مش طبيعية، بالذات ان رين رينولدز هو المين كاركتر يعني بتاع الانيميشن يعني. بس مش عارف كان هيبقى ديدبول قوي، ما اعتقدش يعني. بس لا، انا شايف ان لو كان ريتد ار كان هيبقى حاجه تانية خالص. كان معاه كوميديا، عارفين انتوا الكوميديا السافله دي بتاعت الانيميشن زي سوسج بارتي. اللي ما شافش سوسج بارتي لازم تتفرجوا عليه، يعني يهلس من الضحك. بس طبعا الفيلم بلس 18 يعني، هو انيميشن بس بلس 18 يعني يهلس من الضحك. وبالطبيعي برضو انا يعني مش عارف هشوف، ممكن اشوفه ولا لا، هيبقى في ريفيو ليه ولا لا، بس
مش عارف، ما اظن، مش عارف، خلي هنسيبها بظروفها، ممكن ليه لا برضو نجربه. بس انا متاكد مليون في الميه قبل ما اشوف الفيلم ده يعني حاجتين، اكيد الفيلم ده هيعدي ال 100 مليون، 100 مليون دولار ده اكيد وش يعني، عشان ريان رينولدز وبوكيمون بقى وعيال وبتاع. الحاجه الثانيه اللي انا متاكد منها مليون في الميه ان الانيميشن ده هيتعمل منه اجزاء كتيره جدا، ممكن يعملوا له بتاع جزئين ثلاثه كمان يعني، ممكن اربعه، لان وش ان الجزء ده هيجيب فلوس بالدين يعني. الفيلم من بطولة ريان رينولدز زي ما قلنا، وكاثلين نيوتن وجاستي سميث، دول المين كاركترز او الممثلين الرئيسيين يعني في الفيلم. الاخراج من روب لترمان، هو المخرج بتاع الفيلم، هو مينلي نفس الحاجات اللي عملها، الحاجات اللي عملها مينلي في الكارير بتاعه كاخراج هو كرتون، ما كانش يعني مش كرتون يعني، هو انيميشن فيتشر يعني، كان منها كان مونسترز فيرسس الين، وكان جوز بامس الجزء الاولاني، وجاليفر ترافل. معاد عرض الفيلم هيبقى يوم 10 مايو شهر 5. بالنسبة لترقبي ليه 6/10 زي ما انا قلت برضو، مش عارف هيبقى ليه ريفيو ولا لا. بس اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير، ومتنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم في الحلقة اللي جاية. باي باي. Barely moving. Don't tell him that. Oh, he's on a bike. Quick, get in front of him. Stop. Oh no. He's going down hard, Tim. Should have worn a helmet.